بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم من أكاديمية حسونة، معاكم أخوكم أحمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 183 من كورس فيجوال بيزك دوت نت فورم سبارت. بفضل الله رسمنا لاين ولاينز وريكتانجل وإليبس وباي وبوليجون وإيمج، وعملنا فيل وعملنا كيرف وعملنا أرك وعملنا سالري في دايرة بالتعبير عن مرتبات الموظفين، وعملنا gradient وعملنا نص. عملنا ايه؟ النص. النص ده انا معرفش طوله قد ايه ومعرفش عرضه قد ايه. النص اللي قدامي ده انا ولا اعرف طوله ولا اعرف عرضه، والفونت لو حبيت تنده عليه هيجيب لك الهايت بس عشان عارف انت ممكن تفكر معايا. طب العرض، عرض النص قد ايه؟ فاهم الفكره ازاي؟ يعني نفترض ان انا دلوقتي دخلت هنا وخليت دي بدل 130 خليتها 90 ورحت مشغل. النص صغر، صغر طولا وصغر عرضا، صغر طولا وعرضا. خلاص، طوله صغر وعرضه صغر برضه. حلو قوي. نفترض بقى ان انا عاوز ارسم ريكتانجل بعد النص، جنب النص، تحت النص، فوق النص، في اي حته حوالين النص. هعمل كده ازاي وانا معرفش طوله وعرضه؟ لازم اعرف اقيس النص ازاي. ده موضوعنا بقى. بص، اقيس النص ازاي؟ هستخدم قياس النص، ميجر سترينج. ده بيجي منين؟ عادي، بنفس الطريقة اللي انت بترسم بيها. شوف انت بترسم بايه هنا؟ بترسم بالمي، يبقى مي دوت كرييت جرافيكس وقوسين، بعد كده بتقول له دوت ميجر سترينج، يعني قيس نص. بتفتح قوس وتدي له هنا النص اللي هيقيسه اللي هو الاس تي ار، وبتدي له كوما، بتدي له الفونت بقى، الفونت اللي هو هيقيس على اساسه اللي هو الاف ان تي اللي انت معرفه هنا. كده انت معاك قياس النص. قياس النص ده احطه في ايه؟ بحطه في حاجه اسمها سايز اف. طب ماشي، تعالى كده حطه، جرب احطه في سايز بس. يعني انا دلوقتي هعمل ديم، اعمل ديم مثلا نسميه اس تي ار سايز از سايز، خد بالك بيساوي كذا. ايه ده؟ متنافى. از سايز اف، نفع سايز اف، لانه شغال بفلوت. شغال بايه؟ بفلوت. يعني لو انت جيت عملت مثلا لو عملت مثلا ايه ديم از نيو سايز اف مثلا، ورحت عامل كده، هتلاقيه ايه؟ تلاقيه هو هنا لو دعبست وراه كده هتلاقيه ما بياخد بيونت. بص، لما بياخد سايز، سايز اف، واخد بالك؟ لما بياخد ايه؟ بياخد سنجل. سنجل ده اللي هو زي الفلوت يعني، واخد بالك؟ لان احنا شغالين فيجوال بيزك هنا، فده بياخد ايه؟ سنجل، مش بياخد ايه؟ مش بياخد انتجر. يعني لو انت خليتها هنا سايز بس وجيت تشوف اقواسها دعبس وراها كده هتلاقيه بياخد ايه؟ انتجر. لكن التاني ده بياخد ايه؟ سنجل، هو الاف. المهم في كلتا الحالات، انا بحاول افهمك يعني، في كلتا الحالات انت معاك الايه؟ السايز بتاع النص. السايز بتاع الايه؟ بتاع النص. قيس بقى براحتك، هتندع على الاس تي ار، اس تي ار سايز دوت، هات منه الهايت وهات منه الويتس، براحتك بقى. يعني انا دلوقتي اقدر بكل بساطه اعمل مي دوت كرييت جرافيكس وقوسين، بعد كده دوت فيل ريكتانجل، والريكتانجل ده اقول له ايه؟ اقول له اعملك ببروشز دوت مثلا دوت بلو، ماشي؟ اما اجي اقول لك ايه بقى؟
هتبعد من الشمال قد ايه وهتبعد من اليمين قد ايه؟ هتبعد من الشمال، لو انا هبعدك 50 من الشمال انا عايزك تترسم بعد النص، يعني زود معاه من الاس تي ار سايز، زود معاه الايه الاس تي ار سايز دوت الويدث، دوت الايه دوت الويدث، تمام كده؟ كده انت تلته يبدا من ناحيه الاكس من بعد النص، لانك عملت ايه؟ لانك قست النص، واخد بالك ازاي؟ طيب تمام. والواي براحتك بقى، براحتك. الواي هنا انا يعني مش الواي مش هتكتفني، لان الواي انا هحطه جنب النص، فالواي لو خليته مثلا ب 50 مش فارق معايا، خليته ب 100 مش فارق معايا، فاهم الفكره؟ عرضه وطوله براحتك، 200 مثلا في 100، واخد بالك؟ انا بقى اجرب كده، اشتغل على كده. بص تعال ندوس على سترينج. بص هنا ايه اللي حصل، خد بالك، الريكتانجل اصبح موجود بعد النص. لو انت كتبت نص مختلف او حاجه متغيره اهي، دوس تاني، بص برضه بعد النص، بعد النص ب 50، انا زودته 50، خدت بالك؟ زودته 50 عشان الحته اللي بدا منها النص. المهم ما علينا من كل ده، نفس القصه في الطول برضه. انت هنا بفضل الله تقدر تعمل انت عايز، حتى لو كبرت او صغرت، يعني انا خليت ال 90 دي 100 وشغلت، انا كبرت الفونت حجمه هيتغير اهو، المستطيل هيفضل بعديه، المستطيل هيفضل بعديه، فاهم الفكره؟ طب بص تعالى نعمل فيل ريكتانجل تاني، بس اخليه يبدا من 50 واخليه تحت النص، يعني انا اخليه يبدا من 50 عادي، بس اخليه فين؟ اخليه تحت النص. تحت النص ازاي؟ يعني هنا مثلا حط 50 زائد اس تي ار سايز، تمام؟ حط الايه؟ دوت الهايت، شغل كده. بس لو دوست دلوقتي اهو، شايف عامله ازاي؟ خليه مثلا غير، خليه مثلا جولد ولا حاجه، خليه جولد. اقول لك على حاجه، دي 200 صح؟ طيب لو انا قلت هنا اعمل لي عرضه بعرض النص زائد ال 200، يعني ال 200 دي وزود عليها اس تي ار سايز، ده بمزاجي بقى، دوت الايه دوت الويتس، يعني انا عايزه. بص جرب كده معايا، بص بص انا خليته ياخد من اول النص لاخر المربع لان زودت 200، خدت بالك جت ازاي؟ يعني انت هنا بتعمل اللي انت عايزه، فاهم الفكره؟ انت هنا بفضل الله بتعمل اللي انت عايزه، يعني ممكن تقدر بقى تحط حاجه فوق النص، حاجه تحت النص، حاجه جنب النص، حاجه شمال النص، حاجه يمين النص، اعمل اللي انت عايزه. انت كده بتقدر تلعب بالنص لعب، لانك قدرت تقيسه وتجيب عرضه وطوله بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله، عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.